اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ضيفتاي الكريمتين تحول بحثهم الدائم عن ما يلبي احتياجات اطفالهم من ملابس الى مشروع مستقل يقدم تصاميم وافكار جديده عن ازياء الاطفال، وبدات الفكره طبعا تلقى رواجا كبيرا ونجاح. احنا حابين نتكلم عن هذا المشروع مع ضيوفي الكرام. احنا اسمحوا لي ارحب بالمصممه او المصممتين عندي، الاستاذه دينا موسى والاستاذه عبير شلبي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا بك، سعيدين بتواجدكم. اهلا اهلا فيكم. بدايه الفكره جميله، هي موجوده لكن ما نقدر نقول انه هي منتشره. أيوة عرفت استاذه دينا، يعني بنسمع لكن بقلة، مش بشكل يعني منتشر بشكل كبير. أول شيء أحب أعرف منك كيف بدأت معكم الفكرة دي؟ بيسكلي بدأت الفكرة، كنت أنا بدرس في أمريكا وخلصت وكذا، وكان أول يعني أول صيف أجي فيهم جدة. أوكي. فجاء رمضان. تمام. فعندي أنا بنات. بناتي عندي 3 بنات، فأبشتري لهم ثياب وكذا لرمضان، تعرف عندنا كيف. فرحت بدور ما في، يعني مره اقل من الناس. تدوري لهم على ايش؟ جلابيات حاجات اطفال يعني بالنسبه رمضان وكذا. بنات جلابيات. فكنت بدور وكذا، مره قليل موجوده، واغلب اللي موجود اسعار مره فوق يعني شويه وكذا. فجاتني الفكره من هنا انه انا ليش ما انا اسوي هذا الشيء. اوكي. وبناتي طبعا حيساعدوني في هذا الشيء لانه انا عندي بنات. المهم يعني زي ما قلنا بالمقدمه انه بحثكم الدائم وتعبكم عن يعني كيف تجدوا مواد، عفوا ملابس خاصه او جلابيات خاصه بالبنات الصغار. تمام. اوكي. بس بدات وكنت بعرض الفكره، وعبير كانت من الناس اللي عرضت عليهم الفكره، وكانت مره مشجعه وهي بتفكر بنفس الشيء، هي عندها كمان بنت. فبدانا بشيء بسيط ببناتنا يعني في البدايه، ما كان انه شيء متوسع. انا اتفق معك. ايوه. فلما لقينا اقبال الناس عليه انه كل احد بيقول اوه حلوه ومش عارف ايه، والناس بتقول من فين جبتوه ومن فين، بدانا نسوي شيء زياده وكذا وهذا، وسوينا اول كولكشن والحمد لله. طيب كونك تكلمتي على اول كولكشن، خليني اتوجه بسؤالي الثاني مباشره للاستاذه عبير. استاذه عبير اكيد عندكم الام فيكي، لسه متوتره ولا كويسه؟ لا كويسه. طيب اوكي. دحين يعني زي ما قالت احنا بنتعب عشان نلاقي تصاميم كبار طبعاً ترضي اذواقنا طبعاً. لكن خلينا نتكلم عن تصاميم الاطفال. انتم قدمتوا شيء جديد، حكينا شويه عن تصاميمكم. في البدايه احنا يعني حبينا في التصاميم حقتنا انه نفس الاعمار دي اللي هي يعني من 7 سنين لين 14 سنه يلاقي لهم حاجه يعني تمثل طفولتهم وتمثل الاشياء اللي حبوها. تمام. فحاولنا نبتعد شويه عن الاشياء العاديه الجامده حقت الكبار ونبدا نعمل يعني اشياء تناسب هذه المرحله. شيء ثاني ركزنا عليه مره انه الكوست ما تكون مره عاليه، ونفسنا انه الشيء اللي بنسويه يعني في متناول الجميع. والحقيقه انه كوست البيع ايوه انه يعني كل شيء يكون متوازن مع بعضه. والحقيقه لما كنا بنشارك في بازارات وكذا كانوا كثير من الاهالي يعني بيثنوا على شغلنا، وهذا الشيء اللي مره ادانا يعني فيدباك كويس انه احنا نكمل. ولا كنت بسهوله بقول لدينا طب هي عباره عن ايه؟ يعني عباره عن رسومات، عباره عن ايه؟ لا ماتيريالز مختلفه، يعني يمكن في الصور اذا بتتعرض هتشوفي انه احنا مثلا كان رمضان السنه اللي فاتت في الصيف، فحبينا يكون الثياب، انت عارفه دحين الكل صار بيلبس ثياب في رمضان وعلى الفطور وكذا، شيء حلو لينا احنا، شيء غير مألوف اصبح انه احنا نلبس أيوة. اشياء غير ثياب في رمضان كسيدات طبعا. أيوة. ففكره أيوة. حلوه انكم كمان تنقلوا، وهذا شيء ترى حقنا احنا يعني السعوديين، يعني ابو سعوديين الخليجيين عموما، انه حلو يعني هذا، يعني انا اعتبره تقليد حلو في رمضان. يعني ايش الاعمار اللي يعني بتخدمها هذا الثياب او بيقدر يلبسوها؟ من 5 سنين لين 14 سنه. وحتى في كبار يعني نفس الامهات بيجوا ياخذوا احيانا من تصاميمنا هي وبنتها مثلا. انا اعتقد انه البنات الصغار حيفرحوا جدا بهذه الاشياء، تلاقيها اول ما بيشتروها بيلبسوها على طول بيدوروا فيها في البيت والى اخره. طب حلو، خليني اتكلم معك يا استاذه دينا بخصوص العبايات. انتوا لكم لاين ثاني عبايات صح؟ ايوه. من تسع سنين ل 15 سنه. تمام. هذا اول كوليكشن طلعناه هذه السنه. فطلعنا كان في انا عندي بقول لك بنتي مره خدمتني في ده الموضوع، يعني انا عندي بنتي عمرها 11 سنه. كيف خدمتك؟ يعني عمرها 11 سنه. لا 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 لك على اشياء تدوري لها على اشياء وكذا. فدائما بحاول انه مثلا رحت بجيب لها عبايات، ما في عبايات يعني اللي تناسب الشكل ده للسن، دائما العبايات اللي هي تراديشنال اللي هي السوداء ما فيها شيء زي كذا. حتى الملونه
يعني دارجه للبنات دحين الصغار دارجة بس يمكن ما في كثير تاتشات خاصه بلمسات اطفال. مو كذا، انه تلاقيها ستايلها للكبار اكثر من هذا السن، فاهمه؟ فبس ففكرت انه اعمل عبايات تناسب هذا السن وكمان تحمس هذا السن، لانه في هذا السن بيبداوا يلبسوا العبايات، فلاقي عبايه شيء ثقيل عليهم، عارفه انه ايش عبايه وهم كانوا يلبسوا ملابس ومش عارفه وكذا ويخرجوا، فتلاقيها. فحاولت انه ايش قد ما اكون انه اخليها العبايه سهله انها تتلبس مو شيء صعب. فحاولت انه اخليها مثلا قطنيه، حاولت اخليها انه في بعضها تكون من غير طرحه، بس عشان انه يتحمس يتعودوا عليها. يتعودوا في هذا السن يبدا سهله اللبس بحيث انه البنت ام 9 سنين. حتى سميناها سبورتي، يعني انه سبورت على سبورت شكلها العبايه بهوديز ومش عارف ايه وكذا، يعني هي رايحه للديزاين السبورتي شويه. سبورتي شويه، حلو. أيوه. حلو. كيف بتشوفوا ردود افعال البنات لما بيلبسوا؟ والله هذا الكوليكشن لما طلعناه اول شيء انه عبير كنا الصراحه مره كنا خايفين انه عبي وفجاه بهوديز وانه انها قطنيه وكذا، كيف لقينا يعني الكل عجبته وبتطلب منها مره كثير، فكان يعني كويس. اوكي كويس. استاذ عبير، دحين كل وقت بينتشر موضه معينه للعبايات لللبس، انتوا كيف بتقرأوا الموضه؟ كيف بتطبقوا الموضه على تصاميمكم؟ زي ما قلت لك اول انه هو كله زي ما تفضلتي وقلتي انه كل وقت في له موضه هي اللي بتفرض نفسها على كل شيء يعني. واحنا كسعوديين العبايه جزء طبعا لا يتجزا من حياه اي احد فينا، يعني احيانا الناس بتهتم بالعبايه اكثر ما تهتم باللبس لانه عارفه مجتمعنا وطبيعتنا. انت عارفه الحلو فينا ان احنا عندنا كمجتمع انه احنا لو في موضه معينه، ايوه، لو في الملابس هذه الموضه بنحاول لو جزء منها نطبقه على العبايه، نطبقه على ايوه. يعني مثلا احنا اللي هي زي ما قالت دينا حكايه انه العبايه تكون مريحه بسوسته وبهدي، يعني هذا الشيء مره يعني انا عن نفسي ما شفت زيه يعني في عبايات اطفال. فيعني مثلا وهو يعتبر يعني شيء مره مريح بالنسبه للبنات الصغار. ايش كمان يعني الالوان، بندخل الوان، يعني زمان كانت العبايه مثلا هي السوداء، شوية 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 بدأت تنتقل الملونة. أيوة ملونة، وبس وهي محافظة على شكل العباية يعني ما زالت عباية. طب وكيف بترضوا أزواج كل الناس؟ شوفي يعني أنا ودينا مثلا المرأة عندنا زوجها صعب؟ أيوة الزوج مرة صعب، بس يعني دايما أنا ودينا يعني أحيانا نقعد على التصميم، هي تيجي توريني هو اقول لها لا هذا مره يعني تو ماتش كده وكيف يدينا الوان وما اعرف ايه، تقول لي لا يعني نقعد نشتغل ثاني على التصميم الين ما نوصل لحاجه احنا في نظرنا مثلا مره حلوه، لكن يجي احد ثاني يعني واحده تيجي تشوف انه ما فيها ولا حاجه، لكن واحده ثانيه كمان تيجي تلاقي انه هذا مره حلو. حاجات كثيره نعملها مثلا انا ودينا اقول لها هذه ما راح تتباع ابدا، نيجي نلاقيها اول حاجه اتباعت. ايوه كثير. ايوه حلو حلو. انت هذه عبايتك تصميمك؟ لا هذه اقول عادي لا انت اوكي. لا بس لاحظت انه كوننا بنتكلم على الموضه، اذا لاحظتي يعني تاكيد على الكلام هذا انه احنا الان في جو يعني يعتبر شتاء برا، بس احنا تعرفي احنا نحب نعيش الاجواء. هو صديقتي يعني منى حداد، اكيد اكيد لها كل التحيه. اكيد. طيب خليني أسألك، كيف بتوزع الأدوار بينكم وبين بعض؟ يعني أكيد كل واحدة لها شيء معين بتعمله وبتقدمه عشان خاص مشروع، يعني خاص بالمشروع، يعني كل واحدة لها دور. إيش كيف بتقسموه؟ والله شوفي يعني لو جيت أقول لك كذا يمكن هتقولي لا ومش عارفة، بس إنه أنا وعبير بنسوي مع بعض، يعني مثلا بنتفق إجي الوقت اللي المفروض نعمل مثلا في تياب، أوكي؟ هي بتسوي تصاميم وانا بسوي تصاميم، اوكي؟ ونجي مع بعض ونحطها مع بعض التصاميم هذه ونشوف ايش يعني انا اقول لها رايي وهي تقول الين نتوصل مثلا الى 6 أو 7 تصاميم معينه ونبدا نحطها زي كذا. فما في مهام كل واحد بيعمل لحاله، فاهمه؟ انه مع بعض حتى الماتيريال بنروح مع بعض ونجيبها، وعشان انه يعني عارفه نحن مع بعض فبناخذ صديقات اصلا؟ بناخذ راي بعض في كل أقارب شيء. أيوه. فبناخذ راي بعض في كل حاجه يعني. يقولوا انه الشراكه احيانا فيها صعوبات كثيره، انه اختلاف الاذواق، اختلاف احنا من البدايه يعني ما اقطع كلام دينا، من البدايه احنا متفقين انه مهما يكون في صعوبات، مهما يكون في كلام ناس بيدخل في النص، احنا الاتفاق اهم شيء بيننا، ويعني ما حد يعني يسمح لاي احد انه يتدخل بيننا، احنا ما هنخرج شغل الا واحنا الاثنين راضيين عنه متفقين عليه. يعني ساعات كثير مثلا دينا تيجي تقول لي انه هذا حلو انا لازم اعمله كذا، تفضل ورايا ورايا لما فعلا اقتنع. انا شايفه صور الان. ايوه الشاشه.
ايوه تمام. دي صور ازياء الاطفال. ايوه هذه هي ثياب حقت الاطفال كولكشن سولف عادة. تمام تمام. بس فالحمد لله يعني الله ان شاء الله يعني نكون دائما كذا. ان شاء الله ان شاء الله. من فين بيجي، انا كوني شفت الصور حقت ازياء الاطفال، من فين بيجي الهامك او الهامكم؟ يعني قصدك انه من فين تجي التصاميم، من فين بتيجي الافكار، من فين بتيجي مثلا؟ شوف نحن نبدا مثلا يعني مثلا يجي الوقت الكولكشن من قبلها بثلاثة شهور، نحن قاعدين بس نفكر بنحاول نطالع ايش اللي حوالينا وبنحاول نستنبط ايش ممكن نطلع شيء جديد يعني ماشي نحن يعني ماشي نحن في بلد سعوديه، ونبي نمشي يعني ونبي نوصل انه يكون في رمضان مثلا الكوليكشن هذا ما يكون خارج عن انه في رمضان يكون محشم، يكون وفي نفس الوقت بيدي اللي نحن نبغاه. تمام. عارفه؟ ف بنقعد انا وعبير برين ستورم برين ستورم هذه ثلاثة شهور الين نتوصل لاشياء معينه زي ما قلت لك. ايوه حلو حلو. أيوه. طيب طبعا تتفقي معايا استاذه عبير انه الان احنا يعني ما فيش اوكي، احنا يمكن الفكره الان قليله ما هي موجوده لكن مش منتشره بشكل كبير، لكن بكره حتنتشر وتطلع. وي وي وي. كيف بتسوقوا لنفسكم نمبر 1، كيف بتتميزوا على الاخرين، وكيف بتسوقوا لنفسكم وبتثبتوا نفسكم في هذا السوق؟ اول حاجه طبعا يعني ما هنكر انه السوشيال ميديا خدمتنا يعني في جزء مره كبير انه في من ناحيه التسويق، يعني الانستغرام مره ساعدنا انه نوصل المنتج حقنا للناس، وانه وبيكلمونا يعني عشان التواصل بيشوفوا يبغوا طلب منه. ففي البدايه احنا معتمدين زينا زي اي كثير يعني على السوشيال ميديا الصراحه. الشيء الثاني زي ما قلت لك اول انه انا ودينا بدانا كنا نبي نجرب نفسنا، فاحنا بادئين بالعكس يعني قلنا نجرب نفسنا اول بعدين نبدا في البروسيس حقت تمام. ايش خططكم المستقبليه دي؟ خططنا المستقبليه ان شاء الله دحين قريبا حنكون في ايش اسمه سمر ايش اسمه فاشن شو فاشن شو اللي هو في مصر حيكون ان شاء الله يوم 23 ابريل في سمر فاشن ويك 2016. طبعا اللي ماسك هذا الفاشن شو شركه فينومينا. حيكونوا في حيكونوا في 800 شخص حاضرين من يعني كبراء الناس في مصر، وحيكون في 100 شخص من السليبرتي حق مصر، واللي حتقدم العرض رجاء الجداوي ممثل رجاء الجداوي. فحيكون ان شاء الله يعني مره متحمسين لهذه الخطوه الجديده يعني ربنا يوفقكم ان شاء الله. وفعلا يمكن احيانا سبب النجاح في الشراكه اللي هي جزئيه التفكير في العمل فقط، انتم بتفكروا كيف تنجحوا عملكم وبس، نحاول يعني والناس طبعا ان شاء الله. أيوة. بالتاكيد ربنا يوفقكم. شكرا لتواجدكم سيدتي. الله يخليكي. شكرا لك انت. شكرا. اذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقره ما زالت فقرات سيدتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل القصير تبقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، انس الانصاري طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه يخترع شاحن من بقايا العابه.